حياكم الله في فقرة Let's Talk Business. معنا اليوم عبد العزيز اللغاني، حياك الله. الله يحييك ابو محمد. احنا اليوم وسط الورد والزهور ما شاء الله، ابيك تقول لي عزيز شلون بديتوا هذا المشروع؟ اول شيء الساعه المباركه وشرفتونا بمكانكم. طبعا فلاورت هو موقع للزهور والهدايا، نشا من خلال ما التمسناه من حاجه من قبل المستهلكين، في تنوع من باقات الورد والهدايا وجمعها بمكان واحد، تأكد من أنه يكون في دائماً أسعار مناسبة لجميع الفئات، السهولة في أنك أنت تطبق تدش التطبيق وتطلب عبر الموقع أو التطبيق نفسه، وكذلك السرعة في توصيل باقات الورد هذه بشكل يعني يليق باللي أنت اشتريته. عزيز أبو بدر، سولفنا شوية على موضوع فكرة المشروع، أنه لما بديتوا ليش فاتجهتوا أنه مثلاً من أنه يكون منصة تجمع محلات، أو أن أنتم نفسكم تقدمون الزهور؟ يعني شلون فكرتوا في فكرة المشروع في هذه؟ في نموذجين العمل اللي تفضلت فيهم، واحد هو منصة ويعرض منتجات الغير، والثاني هو التجارة الإلكترونية. اتجهنا في اتجاه التجارة الإلكترونية لسببين أساسيين. الأول هو الكاستمر اكسبيرينس نفسه، فالخدمة اللي تقدم حق العميل. احنا عندنا زبونين عادة، في زبون اللي يشتري الورد وغالبا ما هو قاعد يهدي هذا الورد الى شخص عزيز عليه، فالزبون الاخر هو الطرف المستلم، في اللي مرسل وفي المستلم، وغالبا ما في فجوه كبيره بين اللي يعرض على المنصات وبين فعلا باقات الورد والهدايا اللي اخر شيء توصل. فالسبب الاول ان نحكم الجوده وتكون دائما على قدر من المهنيه، وإن شاء الله نمثل الزبون بأحسن صورة. ممتاز. السبب الآخر هو اقتصاديات المشروع. مثلك عارف اليوم استهلاك الزهور والهدايا مو مثل استهلاك الماي ولا الأكل ولا المطاعم ولا الجمعيات، فالاقتصاديات المشروع على المدى الطويل اللي يسمونه اللايف تايم فاليو، قيمة العميل على مدى الحياة، وايد أعلى في حال كان نموذج العمل هو تجارة إلكترونية مقارنة في المنصة. ممتاز ممتاز. طيب أبيك، يعني إحنا طبعا الغرض من هذه الفقرة إن هم نثقف الناس وخاصة أصحاب الأعمال، شون أنتوا يعني بديتوا بهالمشروع وقدرتوا تتجاوزون المشاكل والتحديات اللي واجهتكم؟ يمكن في الفترة اللي إحنا فيها من أكبر التحديات واجهت الجميع. قول لي على موضوع إن الحين خلال أزمة كورونا، شنو التحديات اللي واجهتوها وشنو سويتوا عليها؟ احنا بالبدايه بلشنا في السوق الكويتي، وكان الهدف دائما ان نتوسع الى باقي دول الخليج. حجم السوق يعادل تقريبا 1.5 مليار دولار، هذه صناعه الورد بدون الهدايا، هذه الورد المقطوف يعني اللي موجود امامكم الان. بالكويت احنا نتوقع حجم السوق تقريبا 140 مليون دولار. واللي حصل في كورونا بالبداية ما كنا عارفين فعلا شنو ممكن يحصل أمامنا، ما كنا عارفين إذا والله، لأن إحنا تجارة إلكترونية، فمثلك شايف ثلاجات الورد كلها موجودة أمامك. صحيح. وخدمة العملاء في مكان واحد، فلازم نتحقق من وجود البضاعة. ممتاز. واثنين وجود يعني سواء كانت ورد أو الفازات والإكسسوارات المختلفة، ككا وبخور طيب. صحيح. مع مع الباقات هذه نفسها. والشيء الثاني استمرارية العمل، فلأن احنا عندنا توقع معين بالظروف العادية، بالظروف الغير عادية لازم تتوقع اللي ما ممكن يحصل. صحيح. أول شيء عملناه طبعاً ان قلصنا مصاريفنا كثر ما نقدر، هذا خلال لما بدت الازمه في بداية مع الحظر، وتقليص المصاريف يكون على شكل مصروف حجم او مصروف كاش فلو، تدفقات نقديه. ممتاز. فجزاهم الله خير كثير من الشركاء اللي معانا اللي قدمونا يزودوننا بخدمات او منتجات معينه، تعاونوا بانهم يقسطوا لنا كثير من الدفعات. ممتاز. راح يتواصل ويا الناس اللي يتعامل وياهم. أكيد. يحاول انه يخلص التكاليف، انه يدير تدفقات النقديه. ممتاز. بشكل اللي يقدر يعالج. ممتاز. الكاش اللي موجود عنده. والجزء الاخر مرتبط في مصروفك اللي هو بالنسبه لنا طبعا الرواتب، ايجارات والرواتب والامور والاجارات. صحيح. والتسويق، هذا اللي يمكن اكثر عامل، ثلاث عوامل اللي تاثر على المشروع. صحيح. فالحمد لله قدرنا نقلص مصاريفنا بشكل واضح،
والحقيقة كل الموظفين شاركوا وساهموا في هذا التقليص، وجزاهم الله خير، ساهموا في جزء من رواتبهم لدعم الشركة، لأن هدفنا كان عدم الاستغناء عن أي موظف موجود معانا. هذا الهدف الأساسي. الجزء الثاني اللي شلون تعاملنا مع كوفيد 19، قمنا نشوف ردة فعل السوق. وخلال أول شهر، يمكن تحديداً الفيصل كان شهر 4، بذاك الوقت إحنا كان عندنا يمكن قبل الحظر ولا خلال الحظر، شهر 4 شهر 3 قبل الحظر، إيه وشهر 3 خلينا نقول بداية الأزمة. صحيح. إحنا كان عندنا عملياتنا في الكويت وكذلك السعودية، فشفنا أثرها بس مو بشكل كامل. شهر 4 أعتقد صار الأثر واضح على سلوك المستهلك، واللي بين معانا إن حجم السوق بشكل واضح انخفض، فاستهلاك الناس للورد انخفض بشكل ملحوظ. لكن الأهم بالنسبة لنا هو إن استهلاك الناس عبر التجارة الإلكترونية أصبح بشكل ملحوظ وايد أكثر. فصار عندنا إحنا القدرة الحمد لله إن نقدر نلبي احتياج الزباين اللي موجود عندنا من الباقات المختلفة اللي موجودة، وبنفس الوقت الناس صارت تثق أكثر بالتجارة الإلكترونية بدال التجارة التقليدية اللي يروحون حق المحلات التقليدية الموجودة. حلو، شيء جميل، يعطيك العافية، وصراحة فرصة سعيدة إن تعرفنا ومع المشاهدين على المشروع، والله يوفقكم إن شاء الله. يوفق الجميع، وشكرا للسادة المشاهدين، شكرا لكم محمد.